فالبيان النبوي وإن كان تابعا للقرآن لا تستطيع فصله. يعني مثلا كما قلت، لو افترضنا بأن وصايا النبي أنها تابعة الكتاب، طبعا وهي تابعة الكتاب، لكن سأستغني عنها وأذهب الكتاب. لماذا؟ وهي مفصلة، وحتى تفصيل الصلاة وتفصيل يعني الأوقات، وصلوا يعني صلاة، نصلي كما صلى النبي، نحج كما حج وكذا، قد لا يكون ملزما بس فيها في هداية. يعني مجرد الحج من القرآن قد يتعبك، قد يتعبك فهم التفاصيل. السؤال السادس أو الخامس آسف يتحدث عن المفردات، أنه لو ارتقى لساننا إلى معاني، إلى فهم معاني ألفاظ القرآن كما أراد الله في القرآن، فهل هذا يمكن به أن نستغني عن البيان النبوي؟ يعني هذه كأنه يقول هذه الامتدادات في العلم النبوي أو الرسولي بالقرآن الكريم لو وصلنا إليه هل يغني أم لا؟ طبعا سأقرأ السؤال بلسانه. يقول: لساننا العربي اليوم حصل ما حصل فيه من اللغو، بحيث أصبح بعض معاني المفردات القرآنية يغلب عليها الاصطلاح المجتمعي والاعتباط في القراءة والتحليل، فهل لو ارتقى لساننا بحيث نقرب من فهم المفردات كما هي من داخل القرآن نفسه، هل يغني هذا عن البيان؟ لا، ما يغني. لماذا؟ لأن المفردة ليست وحدها سبب الهداية، معرفتك بالمعنى ليست وحدها سبب الهداية، أنت بحاجة إلى الهداية، والهداية النبوية كاملة. تمام؟ يعني مثلا أنا لو كنت أنا أو أنت أو أحد الصحابة، نقول لو كان في عهد النبي والمفردات لا زالت، يعني واحد مثل الإمام علي مثلا في بيئة واحدة، في شعب بني هاشم، في مكة، في قريش، ونفس المفردات ومعانيها يعني عند العرب، لم تختلط بالاعتباط وكذا وما أشبه ذلك، هل يستغني عن النبي، عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما يستغني. لماذا؟ لأن كمالات النبي أبلغ من كمالات الإمام علي، وهذه الكمالات تعطي، لأن الله لا يعطي الهداية على قدر المعرفة العقلية فقط، وإنما أيضا المستوى القلبي، المستوى الوجداني، مستوى القرب من الله، في مستويات. اتقوا الله يعلمكم الله، في تعليم إلهي، في نور إلهي يعطيه يعني للرسل ومن دونهم أو من يقاربهم في الفضل، وهكذا وهكذا. فلذلك ليست المفردة لوحدها هي محور الهداية والضلالة، يعني إن فهمتها خطأ أن تضل، وإن فهمتها صح، لا، هناك امتدادات أعمق للهداية داخل نفس الإنسانية. أنت مسؤوليتك كلما اقتربت من النور اتضح. تصور الآن كأن النور الإلهي اللي هو الكتاب موجود في السماء، كلما اقتربت 10,000 كيلو يكون أوضح، يكون من وجودك هنا كالقمر مثلا، كلما اقتربت اتضح. فهنا ليس اللفظة وحدها هي العلم بمعنى اللفظة، ليس كافيا بها كلفظة، وإنما لها امتدادات أخرى في العلم، اللفظة هذه والألفاظ الأخرى، الآيات وآيات أخرى، الكمالات النفسية والعقلية والوجدانية، الخشوع، خوف الله وكذا، هذه كلها تسهم في العلم وفي إنتاج أو في معرفة، في المعرفة والعلم.